السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو خوارزمية بيلمان فورد من فورد الجرثم خوارزمية بيلمان فورد كخوارزمية داكسترا تجد أقصى مسافة بين عقدة نود أو نقطة البداية وجميع العقد أو النقاط الأخرى في الرسم البياني سنجل سورس شورت سباث الجرثم وبالرغم من أن خوارزمية داكسترا أسرع من خوارزمية بيلمان فورد إلا أن خوارزمية بيلمان فورد تمتاز بخاصتين تميزها عن خوارزمية داكسترا الخاصية الأولى مقدرة خوارزمية بيلمان بورت على إيجاد أقصر مسافة بوجود أوزان سالبة نيجاتيف ويت ايدجز في حال الأوزان السالبة خوارزمية داكسترا قد تجد الحل إلا أنها لا تضمن دائما الحل الصحيح الخاصية الثانية مقدرة خوارزمية بيلمان بورت على اكتشاف الدورات السالبة في الرسم البياني نيجاتيف ويت سايكلز الفكرة العامة لخوارزمية بيلمان فورد أننا نقوم بعملية الاسترخاء أو التريح للحواف (relaxation) الناقص واحد مرة تم شرح عملية الاسترخاء أو التريح للحواف (relaxation) عند شرح خوارزمية دايكسترا لأنني سأذكركم بهذه العملية بشكل سريع if distance u plus cost u أقل من distance b then relax دي 2 DU دي plus cost يو في المثال على اليسار، distance u تساوي 7، سي يو في تساوي 8، distance v تساوي 12، 7 8 15، وحيث ان 15 اكبر من 12، فاننا لا نجري عمل التغيير، اي ان المسافه على العقد v، دي في، تبقى كما هي 12. في الشكل على اليمين، دي يو 7, كوست يو في، 3. 7+3، 10. 10 اقل من 12، نقوم بتغيير هذه القيمه. إلى عشرة هذا يعني أنه قبل عملية التريح أو الاسترخاء كان يمكن الوصول إلى العقد في بمسافة تساوي 12 إلا أننا نستطيع الآن الوصول إلى العقد في بمسافة تساوي 10 خطوات خوارزمية بيلمان فورد المدخلات S starting node ويمكن اختيار أي عقدة في الرسم البياني كعقدة بداية E عدد الحواف ب عدد العقد D array أو جدول سيقوم بتتبع أقصى المسافات من العقد S إلى جميع العقد الأخرى في الرسم البياني نحدد المسافة على العقد S بالصفر وعلى جميع العقد الأخرى ما لا نهاية بعد ذلك نقوم بعملية التريح أو الاسترخاء للحواف B ناقص واحد مرة حيث B هي عدد العقد في الرسم البياني مهمة الخوارزمية الأساسية هي تعبئة الجدول أو المصفوفة D وبالتالي فإن خوارزمية فورد تتبع استراتيجية البرمجة الديناميكية Dynamic Programming Strategy سأقوم بتتبع خطوات الخوارزمية على الرسم البياني التالي في هذا الرسم البياني لدينا ست عقد A, B, C, D, E, F وتسع حواف الحواف فيها A, B, A, C, B, D, C, D, B, E, D, F, F, E, B, F و C, B أوزان هذه الحواف مبينة على الرسم البياني لاحظ ان اوزان بعض الحواف سالبه نقوم بتجهيز جدول عدد الاعمده فيه يساوي عدد العقد في الرسم البياني A B C D E F وعدد الصفوف يساوي B ناقص واحد لنفرض ان عقده البدايه هي العقده A نخصص القيمه الابتدائية صفر على العقده A وما لا نهايه على جميع العقد الاخرى الان نبدا بعمليه الاسترخاء للحواف اجري ريلاكسيشن A B صفر زائد تسعه تسعه اقل من ما لا نهايه نعدل هذه القيمه لتسعة اي سي 0 زائد 7 7 اقل من ما لا نهايه نعدل هذه القيمه لسبعة بي دي 9 زائد 1 10 اقل من ما لا نهايه هنا 10 سي دي 7 زائد 2 9 اقل من 10 نريح هذه القيمه ل 9 بي اي 9 زائد 3 12 اقل من ما لا نهايه نغير هذه القيمة ل 12 دي اف 9 زائد 1 10 اقل من ما لا نهاية نغير هذه القيمة ل 10 اف اي 10 زائد 1 11 اقل من 12 نغير هذه القيمة ل 11 بي اف 9 ناقص 1 8 8 اقل من 10 نغير هذه القيمة ل 8 واخيرا سي بي 7 ناقص 2 5 5 اقل من 9 نغير هذه, لأنه طبت هذه القيمة إلى خمسة لا نثبت هذه القيم في الجدول A0 B5 C7 D9 E11 و F8 نبدأ بالتكرار التالي AB 0 زائد 9 أكبر من 5 لا تغيير AC 0 زائد 7 7 BD 5 زائد 1 6 أقل من 9 نغير هذه القيمة إلى 6 CD7 زائد 2 9 أكبر من 6 لا تغير BE5 زائد 3 8 أقل من 11 نغير هذه القيمة إلى 8 DF6 زائد 1 7 أقل من 8 نغير هذه القيمة إلى 7 FE7 زائد 1 8 هنا 8 لا تغير BF5 ناقص 1 4 أقل من 7 نغير هذه القيمة إلى 4 واخيرا سي بي 7 ناقص 2 5 وهنا 5 لا تغيير نثبت هذه القيم في الجدول اي 0 بي 5 سي 7 دي 6 اي 8 و واف 4 نبدا بالتكرار الثالث اي بي لا تغيير 9 اكبر من 5 اي سي لا تغيير نفس القيمة 7 بي دي 5 زائد 1 6 نفس القيمة 6 سي دي

نثبت هذه القيم في الجدول A0 B5 C7 D6 E5 و F4 الآن نبدأ من جديد AB لا تغيير AC0 زائد 7 7 لا تغيير BD 5 زائد 1 6 لا تغيير CD 7 زائد 2 9 6 أقل BE 5 ناقص 1 4 وهنا لدينا 4 DF 6 1 7 اكبر من 4 اف اي 4 1 5 نفس القيمه 5 بي اف 5 1 4 وهنا نفس القيمه 4 سي بي 7 2 5 نفس القيمه 5 اي ان القيم تبقى كما هي لاحظ تكرارين 3 و 4 متساويين وبالتالي يمكن تحسين الخوارزمي بالخروج المبكر من البرنامج هنا لو اكملنا التكرارات سنحصل دائما على نفس القيم وفي كثير من الحالات فانه بعد تكرارين او ثلاث يتم الحصول على اقصى المسافات ولا داعي لاكمال بقيه عمليات الاسترخاء الان هذا الجدول يعطينا اقصى المسافات من العقد الاصل A الى اي عقد في الرسم البياني من A الى a صفر من A الى B اقصى مسافيه خمسه وهي بالفعل المسار AC CB من A إلى C سبعة من A إلى D ستة من A إلى E خمسة وأقصر مسافة من A إلى F هي أربعة كما هو واضح لديكم التعقيد الزمني لهذه الخوارزمية بيج أو هو بي اي حيث بي عدد العقد واي عدد الحواف في الرسم البياني في الواقع بي ناقص واحد لان ذلك لا يغير شيء في التعقيد وفي اكثر المراجع فان الكومبلكسيتي تكتب بيج او التربيع حيث ان هي عدد العقد في الرسم البياني في حاله الكومبليت جراف عدد الحواف هو ان في النقص ناقص واحد على اثنين في الرسم البياني الكامل وبالتالي لو ضربنا هذه القيمه في N فإننا نحصل على كومبلكسيتي بيج او ان في خوارزميه ديكسترا عند استخدام قائمه انتظار ذات اولويه كومه ثنائيه فان التعقيد هو بيج او A plus B log B وهذا يعني أن التعقيد في خوارزمية ديكسترا أقل من التعقيد في خوارزمية بيلمان فورد وبالتالي إذا كان رسم البيان لا يحتوي على حواف سالبة ينصح باستخدام خوارزمية ديكسترا في هذين الرسمين لدينا دوران الأوزان في الرسم الأول إي بي 4 بي سي ناقص 2 سي A ناقص 1 والأوزان في الرسم الثاني إي بي 4 BC سي 2 CA اي 3 الان لو قمنا بعمليه الاسترخاء ابتداء من العقد اي 0 زائد 4 4 اقل من ما لا نهايه 4 ناقص 2 2 2 ناقص 1 1 0 اقل من 1 لا تغيير في هذا المثال 0 زائد 4 4 4 ناقص 2 2 2 ناقص 3 ناقص 1 ناقص واحد أقل من صفر نغير هذه القيمة إلى ناقص واحد ناقص واحد زائد أربعة ثلاث ثلاث ناقص اثنين واحد واحد ناقص ثلاث ناقص اثنين ناقص اثنين أقل من ناقص واحد وبالتالي عملية التريح مستمرة لاحظ في الشكلين لدينا سايكل وفي الشكلين لدينا أوزان سالبة إلا أن هذا الدوران غير سالب والدوران على اليمين سالب السبب في ذلك أن مجموع الأوزان في الدوران الأول أربعة ناقص اثنين ناقص واحد يساوي واحد أي أن مجموع الأوزان موجب بينما مجموع الأوزان في الشكل الثاني هي أربعة ناقص اثنين ناقص ثلاث ويساوي ناقص واحد فإذا كان مجموع الأوزان سالب نسمى الدوران بالسالب وهنا يقع بعض الطلاب في خطأ أنه يعتبر أن الدوران سالب إذا كانت أحد الأوزان سالبة وهذا خطأ الدوران يعد سالب اذا كانت مجموعة اوزانه سالبة تمتاز خوارزمية بيلمان فورد قدرته على اكتشاف الدوران السالب في الرسم البياني لإيجاد أقصى المسافات من عقدة البداية إلى جميع العقد الأخرى نقوم بعملية التريح الناقص مرة كما تم شرح ذلك في المثال السابق بعد ذلك ننفذ عملية التريح مرة إضافية فإذا حصلنا على التريح في هذه المرة الإضافية فإن الرسم البياني يحتوي على دوران سالب اذا لم يكن يحتوي على دوران سالب فان التريحه والاسترخاء في المره الاضافيه يجب ان لا يحدث اي تغيير في الجدول ولهذا السبب تستخدم خوارزميه بيلمان فورد في بعض التطبيقات لاكتشاف الدوران السالب برسم البياني شكرا لكم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته